بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف أهلكم جميعا؟ الحمد لله. في اليوم سنقدم لكم عن المادة كوريكولم لكم تأثير بحث عرب سكولم لكم. يتكون ثلاثة أعضاء مجموعة اسمي سهيلة بنت زكريا وصديقتي اسمها رفيدة ونور شذا. ينقسم إلى ثلاثة أقسام. أولا مفهوم المنهج التقليدي والحديث، ثانيا الأساس المعرفي والاجتماعي في بناء المنهج، ثالثا أهداف المنهج المعياري للمدارس الثانوية اللغة العربية. الآن هيا نبدأ في موضوع أول، مفهوم المنهج التقليدي والحديث. ما معنى المنهج؟ المنهج في اللغة الطريق الواضح، في اللغة الإنجليزية الطريق الذي يسلكه المعلم والمتعلم للوصول إلى الأهداف المنشورة. في اللغة الملوية ما معنى منهج؟ كوريكولم. نعم ممتاز. سترسنا. المفهوم التقليدي للمنهج الدراسي أنه عبارة عن مجموعة من المواد الدراسية المقررة التي يقوم الشخص المتعلم على دراستها عن طريق شخص معني بالمادة الدراسية. أنه عبارة عن مجموعة من المواد الدراسية المقررة التي يقوم الشخص المتعلم على دراستها عن طريق شخص معني بالمادة الدراسية. الانتقادات التي تعرض لها المنهج الدراسي. أولا تقوم المادة الدراسية المقررة على الاهتمام والتركيز على الجوانب العقلية وعدم الاهتمام بالجوانب والمتعلقة بالنمو الجسدي والاجتماعي وغيرها. ثانيا يقوم بالتركيز على أهمية انتقال المادة الدراسية، وأصبح هذا الأمر من الضرورة المهمة على الرغم أن تأثير ذلك على حياة الشخص المتعلم. ثالثا عدم استخدام طرق ووسائل تدريسية متعددة ومتنوعة في الدرس ومن خلال عملية تقويم. رابعا عدم الاهتمام والعناية بالاختلافات الفردية والإمكانات العقلية بين الأشخاص متعلمين. المفهوم الحديث للمنهج الدراسي عبارة عن جميع الأنشطة والتجارب التي تقوم المدرسة على تقديمها للأشخاص متعلمين تحت إشراف وتوجيه المدرسة، حتى لو كان ذلك داخل الحرم المدرسي أو خارجه، بأنه هو عبارة عن مجموعة من النشاطات والممارسة الحادة التي ثم إعدادها وتخطيطها، والتي تقوم المدرسة على توفيرها من أجل مساعدة الكادر التدريسي على الإنجاز الأهداف التعليمية ومن أجل الحصول على الأفضل وأجود النتائج بما يتناسب مع قدرات وإمكانات الطلاب داخل البيئة الصافية. ما مزايا المنهج التربوي الحديث؟ أولا يساعد الطالب على تقبل التغيرات التي تحدث في المجتمع وعلى نكيف أنفسهم مع متطلباتها. ثانيا ينوع المعلم في طرق التدريس وتكون
الأثر ملائمة لطبيعة المتعلم. ثالثا يستخدم المعلم الوسائل التعليمية المتنوعة والمناسبة. وأخيرا تمثيل المادة الدراسية جزءا من المنهج فهي وسائل وعمليات لتعديل سلوك المتعلم. Nanti kan. Cepat, jadi tak apa. Cepat, jadi tak apa. Tengok. Tidak. 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 Tidak